ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي؟ وكذلك سمعت من الناس أن الصوم الأول من شهر محرم سنة، فهل هذا صحيح؟ صوم رمضان لمن لا يصلي مردود عليه، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام. ومن شرط صحة العبادة أن يكون الفاعل مسلما، فما فعله تارك الصلاة من صيام أو صدقة أو غيرهما من العبادات فهو باطل مردود عليه. ولكن إذا من الله عليه بالإسلام ورجع فصلى، فإن الله يثيبه على ما عمل من عمل الخير في حال كفره، لأن الله اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على ذلك، فقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. بارك الله فيكم.